يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي سيارة بالورشة، وقال العامل: سأصلحها لك ب3000 ريال وتنتهي بعد أسبوع. فقلت: سأعطيك 500 إضافية لك أنت على أن تخرجها خلال يومين، فهل في فعلي هذا شيء؟ وهل هو من الرشوة المحرمة؟ نعم، لا يجوز هذا. هذا عامل له راتب، يشتغل بالراتب، يكفيه راتبه ولا تعطيه شيئا، تخربه على الناس الثانيين، ينتظر الرشوة من الآخرين أيضا، وتخربه على راعي العمل أيضا، هذا لا يجوز. ثم لا يجوز الجمع بين العمل والمدة، يعني خلال 5 أيام 4 أيام، ما يجوز هذا، لأنه قد لا يستطيع الالتزام بهذا. نعم.